الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربي توكلنا على الله وكفى بالله وكيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي توكلنا على الله وكفى بالله وكيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنت دافع الدولي ذا ملك استعكي قسو قلتي سود وهذا ما أنتي أمان التنتي ما أنتي وأمان التنتي إلهي وحا كبري يا والدين تن إنو إلهي أم حرشتو أنتي لمتي إن أنتي عافماتك وقبان عافمات الله أسي إمردير الله أسي عافماتك وذا أنتي كحنو سين عافمات الله أسيو أنا كان الله بدي يدوارد إلهي باك بريا إني تشمدي إلهي بكواري وهي أقدقها أما أنت أنا أسكد دوبا مكوا حولك تشمد اللي بأسيو ما الله أنا قدقى رسولك معي إلا مقضى لما أنتين أنت إصلاة تيي سلام الله أنا قلوا وان إذن سلام الدوان أنت إصلاة سلام الدوان تنا سيدوك لي أنا قلوا سلام الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن إذن الله سوى هذا دلكي هويو دلكي هويو إيه أنا وأنا هين سوى ما نغيري دلكي هويو أنا وأنا هين وهذا أتشي الدان الله إذا كما الشاكين مربا ميربو أقبر وعلينا يا دد أن حلكس عين دلكي مدح بي أم القطين إن دولة دني ماذا أن تاقي روح بعنيك وحكست إيغفي عن دولة دني عاو قبيل أن نبعي مجرتو هوية من نبعني دارود من نبعني در من نبعني رحوين من نبعني بيشق حجر الوين من نبعني بيلها الصوماليات وطن كبر الصوماليات بان اهي من نبعني لكن واحد نبعي سياسي قل دن يستيدا قل وحوضا ملكستو كسو تشيدوان نبعي هادو انا اغيب نشي اي هادو اديق اسود نغن يكاب نشي اديق اداوان اي هادو انتبا انا مربا حديق قرر نماذا الصوماليات قفكو قوصن جعلين با انا شقبا انكولا يالا ما عرفو ولو ربا عاد كان عراشا اذا كسو بحيا عاد هادو سن قرر نماذا الصوماليات اي وحا وال ودلي انا امد الصوماليات ونبا ودلي على كبلوغ اي عيد هادو جعلاوا كان انا ودلي هادو يمي جعلي والله هادو اسي بورغري واي هادي قرر نماذا انتو سي اما معانك اي لذا اي وحكي قادن واي اي الدين تا اسلامك هادو وحكي قادن واي وحبا اني اسر اسكو معنكم افل بان انو ساسي عرجيني كوا بدن او وحان اركا انت اسو وعا الى رير هبلا عدنا عبتا الى رير هبلا عدسا وكوتا وقلا عن نبعا او الهي قمت الله ما عاو قف قبرك الى قلي او كلقي با قبرك قلي اد ان نعبا عاو او الهي قبيل كاسا عدنا عبتا مجرت لكن سياسيين تا عقلي كفو شحن لوان نعبا إلهي ما نقوله وانيا دلك مسكينك أغانك عريانك خويضة عن أولاد دلهين أباء عن أولاد دلهين عنو قيري مسكينك هاي أيد الجوغة قفك اللي الدليو دتك اللي قبرت الضبا يبري مقيدة دتك هاسان أرغو أمحا بكوس إد قدو الضبا هاي ستان نمكو قريو هود أسو شقتك أيقو أم بأسكو إذا بردو الدنيا ورحقا وانا ودلي هاي مسكينك أنا وحكولي أغانك أنا وحكولي خويضة عن نبعطي سنة وحكولي بلو قار نبعطي سنة disabled ka wax kule intaasan raadina iyo calankeenu qaranka Soomaali qaranka Soomaaliyeed sidoo caalamka ula tartama ma aanay saaka inaan anigu yuudayda inta ku soo noqo caloshayda aan fakto lira reerebel u dhibe anigu macna iima sameeyayse ku ku jiro anna macna ku sameeyayse laakiin waxa macna ku sameeyaya inaad walaalka dulmi aadan u ogolaan adna aadan ogolaanin taati waxaad iga tiraahda kuwa inta isoo waca calosha ka buka baa inta uga tagaya waxaan u soo noqonayaa ayaantan meelo badan baad tagaa ka socdaan kuwana waa la qaban qaabinaya siday u dhici lahaayeen kuwana indhoodii baan u aragnaa horta ilaahay baan ka baryayaa go jacade mar labaad baan ku celinayaa wiilasha loo sii daldalayo oo la sii geynayo inuu ilaahay malaa'iga inta u diro biyo qabow dhexdooda ku shubaan allah qaaliqa weydiinay adina aaminta ugu kaalmeeyo qolo lagu jiro ilaahay unbaad garanaya goob jacada wiilal soomaaliyeed baa isku dhamaynaya
waxay isugu dhameynayaan cid garan karta Allaah laakiin anagu aan garan karno aan u jeedno dowlad shisheeye ummad kale shisheeye dad shisheeye intaba in loo gurbaan tumanayo wiilasha qoryaha isku sito aqal janna ka amoreeso hebelna kaaga moreeyo qabriga hebel kaliis ba galay ogaada haystilinina ilaahow marqaatka oo hadii aan dhinto ilaahow hadii aan dhinto inaan Soomaali aan wax u sheego ilaahow marqaatka akhow ilaahow marqaatka oo intina isoo eegaysana marqaatka ahaad war haystilinina war haystilinina war cadaabta yaan leedi ku buuxinaa haystilinina waxaan arkay baraawe baraawe ban arkay waxaan arkay gobolka gado waan arkay asagana in wax lagu wado waan arkay gobolka gado dhalinyarada cuqaashta dadka aqliga leh nabadoonada indhargaradka aqoonyahanka siyaasiga intaba waxaan idiin rajaynayaa maskaxda inta midaysaan inuu caqligiinnu marxaladda laga jira inuu fahmo oo dalka iyo dadku ay xasilaan waqti adag oo adag oo 8 saac oo habeenimo iyo 9 saac oo habeenimo aan qaxayaan ka soo shaqeeyey ilaahayna marqaati buu ka ah reer gadana marqaati bay ka yihiin caqliga isku biiriya waxaa tafaraaruqa dhexdiina ku jira iyo wax jeclaysiga iyo waxaan jaafaajili qoose midda guud u baxa intaasaan idin oranayaa weliba waa meel anugu aan jecloo dadka deganna aan jecelahay waxaad soo bisaan caqli ku kaba qabaa'ilada idinla degan u yeera waxaad tiraahdaan war maxaa soo binaa hadday raxweyn noqoto iyo hadday dirta idinla degan noqoto iyo hadduu gara idinla degan yahay iyo hadday beesha jareer weyne idinla degan tahay iyo beesha siiqaalada hadday idinla degan beelaha idinla degan oo dhan inta u yartaan banooniga dhexda ka dhiga keligiin ha ku baabi'inina taasi gobolka gada iga dhig baraawe waxaan arkaya irir anu horta kelmaddan irir la dhaho hadday abtirsiimo noqotana ummad baa ku abtirsato halkaa ha la dhigo hadday siyaasad noqotana irir iyo siyaasadu meel islama galaan anu waxaan u arkaa irirka dhanba inuu yahay shabaab irir shabaab inuu yahay irir inuu shabaab yahay baan anigu aaminsanahay tayada markaan u fiiriyo macnahan umayaana waa idiin soo daliilinaya war gobolkan baraawe yaa laga xoreeyey yaa se isku haystay maalin kasta waxaan maqalnaa waxbaa la xoreeyey iyo waxbaa la dilay gobolkan baraawe yaa laga xoreeyey wiil soomaaliyeed oo gafurka soo duubtay saa kale waxaa jooga kiikiisii oo gafurka soo duubtay war ilaahay inta u dhowaano yaanaan isdulmiyin dadkana aanaan dulmiyin qabyaalad falxunnana annagu meesha aanaan keenin walaalkaa inaad maalin walba aad tiraadi hebel baad tahay macno ma samaynayso qofka raxweynkaahi waa ila dhasay qofka daaroodkaahi waa ila dhasay qofka hawiyahaahu waa ila dhasay kan dirtaa waa ila dhasay kan beesha reer xamar iyo beesha jareer weyne waa ila dhaseen ummadda ilaahay waa wada dhalana dad wada dhasay oo hal deen ee ka wada yimid baynu nah dalka intaa laeg ee baaxadda intaa la egna waa na qaadi waa qabiil walba meel buu istaagaya aniga baa qabsaday habartu waa ordaysa aniga baa qabsaday war caqligu waa qabsaday ha ka koro ummadu ummadu ma qabsato guri cida leeyihiin inta la kor tagana ummadda laguma qabsan karee shabaab baa tiin filla ku kaadi waagaan idin iri filla ku kaadi waagaan idin iri tunidu caawa waa nabad maalintu xasan yimid baa waxaan idin iri war dunidu saaka waa nabad laakiin xasan aragteena qabiilla isdila aragteena dad wuxuu ugu necab yahay xasan qabiilkiisa wiyaa cala saaka ma uu jecla beesha raxaweyn waa horaa waxaa idin war waa la idin necabiy beesha xawaalla waxaa idin iri war waa la idin necabiy beesha ii sheeg dir waxaa idin war waa la idin necabiya beelaha daaroodda waagii hore hartigii uu la jiray ama daaroodkii uu la jiray saaka puntland waadika u jeedaan waxa ka socda dagaalka puntland ka socda ayadana ha la joojiyo oo nimanka filla ku kaadiya shabaabka ah ay soo kordhaceen maalintaan idin iri hadeer ma ahayn war maalintaan idin iri islaam baa abaartay xasan sheekh islaam baa abaartay kal iyo laabbaan habeenkii u habaaray ciidan baan noolayn oo ciid baan noolayn oo dal baan noolayn oo dad baan noolayn oo kulligeen maqaarsaar beer ah baan ku jiifnaay dalka caawa meesha uu ka fiyow yahay ii sheega cid walba waa u jeedaa caawa baraawa kan jooga waxaa la leeyay waryaa waryaa baraawa baa joogtaa waryaa baraawa waa joogtaa yaa irrowdhe marna yaa irrowdhe war biyamaal soomaankii shalay irirnimada lagu dilayay
برعاوي إيرك اللي شجيا بيمارس وما إن كيس اللي جورجي سنتر لو جتقي أو جورجي سنتر لو جتقي أو جورجي سنتر لو جتلي كان كدليه ساك متك إيرك نوا بشر حوين وقف على يسوع معين قرمي وعلنا قرمي سمير قبنا ما شاء وعلين ما سمعن تلفيوناي ما سمعت ولا نوع شلون في يومين ونك شلون بيراي بابورت ديارنا كنت قيني أو بيرجت كعبا أو لا إسكت